ريحان أبو ريحان يا ويلي لو زل لسانه لا ينجو منه أحد مهما على أو قل شانه. يا ويلي يا ويلي هل هذا أنا بصراحة؟ أبو ريحان أبو ريحان يا ويلي لو زل لسانه لا ينجو منه أحد مهما على أو قل شانه. قد صار القاضي 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 صار أم كان بالماضي 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 بيديه الحل والربط وابنته تشحد جوعانا وابنته تشحد جوعانا وابنته تشحد جوعانا. يا ويلي يا ويلي حتى ريحانا يا سعيد يا سعيد ستسر مني أيما سرور فاستمع إلى ما قلت في مدحك. قصرت أخادعه وطال قذاله فكأنه متربص أن يصفع وكأنما صفعت قفاه مرة وأحس ثانية لها فتجمع. لا بارك الله فيك يا وجه البوم يا مبعث الكدر والهموم يا أكل الثوم. اخرج اخرج يا فلقة الخيشوم اخرج. وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمع. فلقة الخيشوم أبا فروة. إلى أين يا حنظلة؟ إلى قصر الأمارة. أما كنت أخبرتك يا أخي يا أبا فروة؟ ليس قبل أن تنقذني أجري. أأنقدك شعراً أم نثرا؟ بل نقدا. أريد الدراهم أريد دراهم ولا شيء غير الدراهم. أما الدراهم يا أخي يا أبا فروة فليس قبل أن يقبض رجال الشرطة على اللصوص بصراحة. أما إذا أردت أن أنقدك شعرا فإن قريحتي توشك أن تتفجر. اذهب يا حنظلة اذهب لا صاحبتك السلامة. فلقة الخيشوم بصراحة.
فلقة الخيشوم. سلاما يا سليمان. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولله في خلقه شؤون، مد لهم القسمات. افهم طبيعة السوق يا سليمان، إني أعجب ممن يتاجر وهو لا يفقه من فنون التجارة شيئا بصراحة. فبماذا تنصحني يا واسع الفهم والإدراك، يا قاصدا قصر الإمارة، يا خبيرا بشؤون التجارة؟ يا سليمان يا أخي وصديقي، نحن نعيش في مدينة كبيرة يأمها الناس من كل مكان ويأتيها الغرباء والأعراب، ولذا وجبت عليك الدعاية لتجارتك. كأن سليمان، خذ كأن تعلق لافتة على دكانك وتكتب عليها سليمان أفجال لو سمحت. خذ شكرا وتكتب عليها، خذ لافتة واكتب. هذا هو الحبر، هذه هي اللافتة. اكتب هنا. هنا؟ طبعا سليمان، لأن الغريب يا سليمان يعتقد أن مدينتنا بالنسبة لمدينته يقال عنها هناك، فإذا قرأ كلمة هنا أدرك أنك تعني هذا المكان، صحيح؟ صحيح. هنا كتبت. اكتب يباع. يباع؟ طبعا سليمان، لأن بعض سكان المدن الأخرى يعتمدون في تجارتهم على المقايضة، فهم يدفعون تمرا للحصول على القمح، أو شعيرا للحصول على العنب، إلى آخره. فإذا رأوا كلمة يباع علموا أننا نعتمد الدراهم والدنانير في تجارتنا للمقايضة، صحيح؟ صحيح، يباع. كتب. إذا اكتفينا بكتابة هنا يباع كانت الجملة مبتورة يا سليمان ولا معنى لها، فاكتب رمان. رمان؟ طبعا يا سليمان، فإذا قرأ اللافتة نخاس عبيد علم أن الذي يباع هو الرمان وليس الواقف وراء الرمان، صحيح؟ صحيح. كتبت. يا فوخ، إن ولدك عتبة على صواب حين أحب ابنتي ريحانة، فهي صلاح وعمار وهي زينة في الدار، فإن قامت انشغل بقدها وإن قعدت انشغل بخدها. تبارك الله تبارك الله، سكرة. وإنها حواء خدوم ومن نسل كريم. تبارك الله. وهي طباخة نفاخة؟ ماذا؟ طباخة فهمناها، فما معنى نفاخة؟ 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 نفاخة أي تنفخ في النار مستعجلة طهو الطعام حتى لا يجوع زوجها. هذه صفة جيدة من صفات النساء الحاذقات. مرحبا يا خالة. لقد مررت أمام دكاني يا أمي كما اتفقنا. ولما هام بي هيام على هيام أسرعت الأقدام كما اتفقنا، فلحق بي كالمجنون زائغ النظر، ثم سرعان ما تعثر بحجر،
متى دحرج ولم يتماسك إلا وهو أمامي، وبعدما كاد أن يمحقني محقا حدق بوجهي وصاح سحقا. معك حق، هي فعلا نفاخة. هوني عليك يا ابنتي، هوني عليك وقولي من الذي كاد أن يمحقك؟ آه يا خالة ماذا أقول لك، إنه الأحمق الأخرق. ريحانة، أما عرفت المرأة؟ لابد أنها إحدى قريباتنا أو جاراتنا. لا هذه ولا تلك، إنها الخالة يا أفوخ، أم عتبة. أم عتبة خالتي، أهلا وسهلا يا خالتي، إنني سعيدة جدا بحضورك يا خالتي. ريحانة، الخالة يا أفوخ جاءت تطلب يدك لابنها عتبة. تطلب يدي؟ أجل، أطلب يدك. يدي فقط. اسمعي يا خالة، إذا كان ابنك يرغب بي فليتزوجني كاملة هكذا، أما أن يطلب يدي فقط فأنا لم أسمع عن إنسان يتزوج بالتقسيط عضوا بعد عضو. ما رأيك يا حنظلة؟ هنا يباع رمان جميل المنظر بثمن زهيد. خطك جميل سليمان. ولكن الرأي عندي يا أخي يا سليمان أن تضيف جملة أخرى. قل، ما هي هذه الجملة؟ فأنا أحب الوضوح مع الزبائن. أكتب مثلا: يزنه ويبيعه لكم سليمان أكبر أحمق في المدينة. أتسخر مني يا حنظلة؟ والله لو تعلم ما معنى كلمة حنظلة لا تسخر من أحد. وما معناها أيها الفهامة العلامة؟ سل أبا الفضل النحوي وأنت تعلم. حسنا، سأسأله يا سيد المغفلين. انتظر، ماذا هناك؟ ها هي اللافتة. يا حنظلة، يا سيء الاسم. سليخة، فلقة الخشومة. بصراحة البغل، أين ذهب البغل؟ سعيد، أين ذهب البغل يا سعيد؟ وهل كنت كلفتني بحراسة البغل يا صاحب البغل؟ يا سعيد، إلى وقت قريب كانت صلعتك تثير ضحكي وإشفاقي، أما الآن فإنني أحسدك على أرض البور التي تخفيها تحت عمامتك هذه. ولماذا يا حسن الطلعة؟ لأنك يا لامع الصلعة لست بذي شعر، فلو كنت تملك شعرا لدخلت إلى دكان المزين يوما وعندئذ يسرق بغلك كما سرق دكاني. أقصد يسرق دكانك كما سرق بغلي. شكرا لإعجابك بصلعتي يا حضلة. والآن أحذرك يا سعيد، قل أين ذهب البغل؟ لعله ذهب للبحث عن العنز التي سرقت منك البارحة. تسخر مني أصلع المدينة. سرق مني البغل يا ناس، سرق البغل مني يا ناس، سرق يا ناس البغل مني، سرق الناس يا بغل مني. أيا بنت حنظل، إذا اللص عاد إلى بيتكم إنني مانعه. بهذه القصيدة العصماء ستفرح ريحانتي كثيرا، وستصفح عني، وستهيم بحبي، وستعلم علم اليقين أن حبها انغرز في فؤادي مثلما تنغرز هذه تبا لك من ولد مجنون.
شرفت على الأربعين من عمرك وما زلت لا تحسن اختيار النساء؟ حلمك يا أمه. اخرس اخرس يا أخرق يا معتوه، ألم تجد غير تلك الحمقاء؟ مجنون من سماها ريحانة. أمه رويدك يا أمه، قولي لي ما الذي لم يعجبك منها؟ كلها سيئة، وكل ما صدر منها سيء، وكل ما سيصدر عنها سيء أيضا. نظرت إلى جسمها فإذا هي بعض امرأة نحيلة، ناتئة عظامها، بارزة عروقها، ومن يراها يظن أن المجاعة قد حلت بالناس. عجب عجبي، وأي عجب، هل تضاءل حجمها إلى هذا الحد؟ وصوتها، صوتها يا عتبة، إذا بكت كصياح المعيز، وإذا تكلمت كأصوات الشياطين. ما أم أتعرفي ما أصوات الشياطين؟ آه يا عتبة، وبدا جليا حمقها، فخيل إليها أنك تطلب يدها مستغنيا عن سائر جسمها. أفمثل هذه يرجى منها خير؟ أم إنك لترينها كما ذكرت، وأراها وردة والنساء حولها جدب بلقع، وإنني واجد من حبها عانة وكربا شديدا، حتى أنني قلت فيها وريحانة ذات ريح عطر، فعتبى لها وهي بالطبع له، وإذا قيل انزل بوادي سقر وحي من الناس لن ينزله، فإني سأهوي به كالحجر وبلغ سلامي إلى حنظلة. ولهف قلبي عليك يا ولدي، إن حبها يلهب فؤادك، لقد صنعت منك شاعرا يا عتبة. ولك كل الشعراء يا أمي. أرجوك يا أمي انتظريني في الدكان حتى أسمع رأي أبي الفضل في هذه القصيدة العصماء، وأعود بها إليك لتأخذيها إلى ريحانة. هل أعود إلى تلك الحمقاء؟ أمه يحبني، إنه يحبني يا أمه. اسمعي، إنه شعر ينساب كالجدول الرقراق، إنه شاعر، شاعر يا أمه. اسمعيني ويحكي. اسمعي ما يقول. أحبك حب الجواد الأصيل لسرج بجلد أنا صانعه، ريحان يا ذات خد أسيل، أنا المال من أجلك جامعه. أيا حنظل نطلب المهر توا، ومهما طلبت أنا دافعه. فلو أن بحرا تصدى لحبي، ببطني أنا موجه بالعه. ولو أن طودا على بيننا، بإبرتي هذه أنا قالعه. أيا بنت حنظل، إذا اللص عاد إلى بيتكم إنني مانعه. من المخلص الظمآن الذي لا يرجو منك سوى لفتة ثم وصل على شرع الله وسنة رسوله. أمه أمه، لقد جن في نهاية الرسالة. سفي على شبابك يا عتبة، لقد ذهب الحب بعقلك. هل يطلب من حبيبته لفتة؟ يا أمه، ثم ما معنى قوله وطلبه على شرع الله وسنة رسوله؟ أما هو يا غبية الصغيرة، فقد كتب يقول: من المخلص الظمآن الذي لا يرجو منك سوى لفتة ووصل على شرع الله وسنة رسوله. عجب، إذن ما دخل اللف؟ يا ويلي ويلي، لقد عاد أبي. لا 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 لا، هذا الكلام عار عن الصحة. إن الذي أعرفه هو أن مولانا الوزير أقبل علينا وأعلمنا أن مولانا الأمير قد عفى عنا وأعادنا إلى سالف عملنا. وإن الذي لا تعلمه أن مولانا الأمير أيد الله سلطانه وثبت أركانه، لم يفكر في العفو عنكما إلا عندما شرفني بمقابلته وذكرته بكما. لله درك، لله درك، ذكرته بنا؟ أتريد القول إن مولانا الأمير يزج برعاياه في السجن ثم ينساه؟ اصمت اصمت ويحك، إنما هو سهو، وما هو بالنسيان، وليس السهو كالنسيان. قد
فتى فلعلها عصابة الأشعث. إنه الأشعث بلا ريب، فلننصب له كمينا. معك حق، الكمين هو أحسن فكرة. انتشروا. عنيزة حبيبتي، يبدو أنك تتحسنين كثيرا يا ابنتي، أليس كذلك؟ لا يستغرب أن أتحسن وأنا أنعم بهذا السيل الدافق من حنانك وحنان أمي. لقد فرحت أيما فرحا بالنعال، لقد وافق ذوقها تماما. أصبحت أطلب الطلبة في الصباح فيلبى في مساء اليوم نفسه. كل شيء يهون من أجلك يا ابنتي. هل يوفر لك شغلك الجديد مالا كثيرا يا أبتي؟ شغلي الجديد؟ طبعا يا ابنتي، إنه يوفر لي ما يسد جميع حاجياتنا. وما هو هذا الشغل؟ أنا مسؤول عن توفير الشغل لرجال الشرطة. وفرحتاه، الآن بإمكاني أن أفتخر بك يا أبتي. بلى يا ابنتي، ولكن شغلي هذا سر بيني وبين مولانا الأمير رعاه الله. أنا أنتمي لتنظيم سري ولا يجوز افتضاح أمري، وإلا غضب مني الأمير رعاه الله، خصوصا وأنه يعتبرني ساعده الأيمن. وأسف، لن أستطيع أن أفخر بمركزك الراقي هذا. سوف تغنمين من شغلي أمرا أهم من هذا. أصحيح ما تقول؟ طبعا يا ابنتي، أنا احترفت هذا الشغل من أجلك. سأجمع من ورائه مالا كثيرا، وسأجلب لك الأطباء من أصقاع الدنيا. سليكة، أعدي عشاء لعنيزة. لو كان كل الرجال مثل أبي لتبدل وجه الأرض يا أمي. طبعا يا ابنتي طبعا، إنما ستكون بوجه مخالف تماما. الرأي عندي أن نهجم الآن، ففي المباغتة حكمة، ولكن ما أدراك أن هذا البغل هو فعلا بغل. أيكون من الأرواح إذن؟ دعك من خرافات الأرواح يا أحمق، فأنا اشتغلت بالشرطة سنوات طوال، وأعرف من حيل اللصوص ما لا يخطر ببال، وإني لا أستغرب أن يكون الأشعث قد تنكر في صورة بغل ليغالطنا، إنه لص خطير وبارع. في هذه الحال علينا بالهجوم بغتة، فالمباغتة سر الفوز. ما دام هذا رأيكما فاستعدا للهجوم، ولياخذ كل منكما ركنا. هيا بسرعة. يا لقد كنت دائما سريعا شجاعا مهداما. ما الذي اصابك؟ ام انك تخشى الظلام؟ استسلم. استسلم. تسلم. ما 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 حدث؟ هل من سوء؟ تسألنا أم نسألك نحن يا سعيد؟ هذا آخر ما يتصوره العقل، سعيد التاجر المعروف ينتمي إلى عصابة الأشعث. أنا؟ اخرس. كنت أتوسط لك دائما لدى المحتسب ليخفف عليك الضرائب، لظني بأنك رجل طيب ومسالم، فإذا أنت ثعبان في صورة آدمي.
ولكن يا صاحب الشرطة اخرس، لقد وقعت والسلام. إن كنت مستغربا وجوده معي فأنا أشرح لك، إنه اخرس. أنا أفنيت عمري في مطاردتكم وأعرف من هو زعيمكم، إنه الأشعث. مستغرب أليس كذلك يا سعيد؟ مهلا يا سعيد، مهلا. فأنت لم ترى من فطنة صاحب الشرطة شيئا يذكر. هيا يا أشعث، قد عرفناك، إنك لن تفلت من يدي صاحب الشرطة. سأتكلم وليكن ما يكون. اصمت ويحك، أتعصى أوامرنا؟ وكيف لا أعصى أوامرك وأنت تكلم بغلا؟ هو بغل حقا يا سعيد. إنه بغل، ابن بغل، بل صاحبه أيضا بغل. صاحبه أيضا بغل؟ ومن هو صاحبه؟ إنه حنظلة بن مرة بن حرب. قد يكون حنظلة بغلا كما ذكرت، ولكن من يدريني أن هذا البغل ملك ذاك البغل؟ أنا، فقد رأيته عدة مرات كما أراك الآن يا سيدي. اخرس! على مثلك حق البكاء يا بغلي. يا بغلي الغالي، يا زينتي بين الرجال، يا فخري على الأهالي، يا من تحمل أثقالي، يا من اشتريتك من حر مالي، يا بغلي أنت والعنزاء، قد كنت كنزا وكانت كنزا. أبتي، إن كلمة كنز لا تؤنث يا أبتي. ابكي يا ريحانة، أبو الفضل ليس هنا، والحيوانات لا يعنيها التذكير والتأنيث يا بغلي. هل يكون هو؟ ولكن من ذا الذي يجد بغلا ويعيده إلى صاحبه؟ اذهبي يا ريحانة وانظري من بالباب. انظري يا أبتي. سكرة. الله يا بغلي. ولكن لم تقل لي يا حنظلة، ماذا وهبك الأمير؟ لم أذهب إليه يا سكرة، فكيف سأنال هبة منه؟ ولكنك خرجت خصيصا لملاقاته. لقد قضيت اليوم في البحث عن البغل، ولو كنت لقيته لذهبت آنذاك إلى الأمير. لو ذهبت إلى الأمير أولا يا حنظلة. بل البغل أولا يا سكرة. سكرة، سكرة، ريحانة، 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 ماذا دهاك يا ريحانة؟ وقفت وراء الطارق وسألت الباب، سألت الباب، سألت الطارق، أجابني الباب. حسنا، إلي بالسيف يا امرأة. وهل عندنا سيف؟ طبعا عندنا سيف مذبب بتار، السيف الذي اشتريته البارحة. السيف إنه معلق بجانبك، ألم تره؟ ها هو ذا. من الطارق؟
البغل. ألم تعرفني يا سيدي؟ ألن تفتح يا سيدي؟ أنا بغلك المحبب. يا وكيف أتأكد أنك بغلا فعلي؟ فعلا بغلي. افتح وسوف ترى أنك سيدي ومولاي حنظلة، ولن ترضى لي أن أبيت ليلتي مهددا بالبرد والجوع واللصوص. سكرة، أعتقد أنه صادق يا سكرة. هل تصدق بغلا؟ ولكن البغل لا يتكلم حتى يصدقه أو يكذبه. لقد أصاب من الجوع يا سيدي. أسمعتما؟ أسمعتما؟ أفهمت الآن يا شلفخانة يا ريحانة؟ إنه الجوع، إنه الجوع. لو جاع حمار لتكلم، فما بالك بالبغل وهو أكبر من الحمار، خصوصا إذا تعلق الأمر ببغلي أنا. سأفتح، سأفتح يا بغلنا الغالي، سأفتح. ادخل، ادخل يا بغلي الغالي. لو جعت ساعة أخرى لقلت شعرا أبياته كالدرر. تعال تعال تعال. هل كل شيء جاهز؟ أجل يا سيدي، أجل. ما لك يا ابن الرهيب؟ لا شيء يا سيدي، لا شيء. يبدو أن العنزة أعجبتك، هل أذبحها لك؟ ليتك تفعل يا أشعث. أترغب فعلا في ذبح العنز يا ابن الرهيب؟ إن لدي أسبابي يا سيدي، فأنا ما رغبت في ذبحها إلا من أجلك أنت ومن أجلنا جميعا. أرجوك يا أشعث. ماذا تفعل يا أشعث؟ لا شيء ذي بال، سأذبح هذا النهيم فحسب. دع الرجل ويلك. لن أدعه، إنه لا يفكر إلا في بطنه. أنا لم أفكر في بطني يا أشعث. إذن فكرت بأنيابك وأطراسك. سيدي الأشعث، ماذا تريد يا أبا حردبة؟ أقول يا سيدي، أقول لقد سمعنا قول بطنه، فلنسمع الآن قول رأسه، ثم نقارن بين القولين، وبعدها إن رأى سيدي ذبح، وإن رأى عفى عنه. فلنسمع قول هذه الرأس وبعدها نقرر. أسمعنا قول هذه الرأس الفارغة. لقد أسأت الظن بها يا سيدي، فأنا ما رغبت في أكل لحم هذه العنز، ولكن رغبت في التخلص منها لأنها أصبحت دليل إدانة علينا. وهل رأيت صاحب الشرطة واقفا على بابنا أيها الفهيم الذكي؟ صاحب الشرطة لم يخرج في طلبنا، وإنما هناك من خرج للبحث عن العنز، وربما وصل إلينا فتكون العنز حجة علينا. تقصد حنظلة؟ بل أقصد بغل حنظلة. لا أظن أن البغلة تخرج للبحث عن العنز. تقول إن البغال تبحث عن العنز؟ أجل يا سيدي، سمعت الخبر من سعيد الأحدب، ألا تصدقني؟ كيف لا أصدقك؟ إن بلدا فيها مثلك لا يستغرب أن تطارد البغلة فيها اللصوص وقطع الطرق. هيا
هل أنت بخير يا ابن الريب؟ ألا تصيح مثل باقي الدياكة؟ اسمع مني، إن الدياكة تصيح. ألم تأخذك الغيرة ولو مرة واحدة؟ أما زلت تكتفي بالموافقة على صياح غيرك؟ أحمق أحمق، أنت أحمق. وأنت ألا تقول صباح الخير؟ لقد انكشف أمرك وعرفنا أنك تتكلم، فقل صباح الخير على الأقل. حظيرة أعاجيب. حنظلة حنظلة، انهض يا حنظلة، سيضيع النهار وأنت بعد نائم. الشمس تقترب من كبد السماء وأنت بعد نائم. حنظلة، ناديتني بحنظلة أليس كذلك؟ ويحي، وهل لك اسم غير حنظلة؟ بالطبع ناديتك حنظلة. قبحك الله يا امرأة، ألم تعلمي أنني رجل متطير أتشائم لأبسط الأشياء؟ بلى أعرف عنك هذه الخصلة السيئة، ولكني تعودت أن أوقظك باسمك، فما الذي غيرك؟ لم أكن أعلم حقيقة اسمي، أما وقد شرحه لي أبو الفضل فقد كرهت أن أنادى به، وفي الصباح على وجه الخصوص. وما معنى حنظلة أيدك الله يا حنظلة؟ قولي يا أبا ريحانة، قولي يا زوج سكرة، قولي يا صاحب البغل، ولا ترددي هذا الاسم. سامح الله والدي يا سكرة، سامح الله والدي، ضاقت به اللغة العربية على رحابتها وضل عن الأسماء الرقيقة والشاعرية ذات المعاني الجيدة ولم يجد غيرها. حنظلة. اصمتي اصمتي، أتعرفين ماذا يقول أبو الفضل في شرحه؟ إنه يقول الحنظل هو نبات يمتد على الأرض كالبطيخ، وثمره يشبه ثمر البطيخ ولكنه أصغر منه، وهذا الثمر سام ويضرب المثل بمرارته فيقال أمر من الحنظل، ثم إن رائحته مذمومة. صدقني صدق أبو الفضل، أما ترى أنك ممدد على فراشك كالحنظل على الأرض، وأنك مر المعاشرة، وأن رائحتك مذمومة؟ فلا تظلم أباك يا رجل، فلقد اختار لك الاسم المناسب. لا فضفك يا سكرة، لا 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 لا، بل أريد الأخرى. لا لا لا، ذكريني يا امرأة، ذكريني سكرة. ها تذكرت، لا در درك، خرجي خرجي. بغلا فعلي، فعلا بغلي، فعلا بغلي. اليوم مشرق وجميل، إنه مدعاة للانشراح والسرور، أليس كذلك؟ هذا صحيح، ولكنك تقولها ببرود يا مولاي. الحق أني لا أجد سببا لما يعتريك من قلق. أميرتي الجميلة يا سمين، أخشى أن أصارحك بما يعتمل في داخلي فتأخذك بي الظنون. معاذ الله أن تأخذني بك الظنون، فصرح بما في نفسك وفرج عن كربة قلبك. الناس يعتقدون أنني سعيد، أليس كذلك؟ يفترض أن تكون سعيدا يا مولاي. وكيف يكون سعيدا من كان مثلي محروما من العيش السهل؟ ولكن عيشك سهل يا مولاي. كنت أعلم أنك لن تفهمي قصدي، إنما أنا يا أميرتي أريد أن أعيش
ولو لمدة قصيرة مثل عامة الناس. إن حياة القصر ونظام عيش الأمراء وكل هالات الحكم تضايقني وتضغط على صدري. عجبي، أتعلمين فيما أرغب الآن؟ إني أريد أن وماذا تريد يا مولاي؟ أريد أن أجري، نعم أن أجري، أن أنط هنا وهناك. أريد أن أعيش وإياك في بيت صغير، وأن نتخاصم أحيانا من أجل قلة الطعام أو نقص الأثواب أو أي شيء آخر، ويسعى الجيران بيننا بالصلح، ولكننا لن نتصالح ونرفع الأمر إلى القاضي، ويدلي كل منا بحججه حتى إذا أفرنت شحنات الغضب تصالحنا من أنفسنا ودون وسطات. أريد أن أتجول في الأسواق وأتخاصم مع البقال من أجل سعر التفاح أو الجاص أو غيره. أتعرفين ما هي رغبتي الآن في هذه اللحظة بالذات؟ وما هي رغبتك يا مولاي؟ أريد أن أصيح. أن أصيح؟ نعم، بأعلى صوتي، هكذا. ويحكم، تفرقوا ويحكم! هل أستطيع أن أصيح بحرية؟ دعوني! جنود النكد، رأيت؟ أمير البلاد والعباد لا يستطيع أن يعيش بحرية. انظري بنفسك، انظري. عوداني من الحطب، وماذا في هذا؟ هل تثبت من الشكل الذي يكونانه معا؟ إيه؟ إنهما يكونان أداة من أدوات اللغة، فاقرأي. ولكنك أمية جاهلة. فرحانة، ريحانة، اقرأي أنت يا ريحانة. إنهما بهذا الشكل يشبهان. لا، بالضبط، لا، ولا أداة نهي، إنها تنهى يا سكرة. أخرج من بيتي قاصدا الرزق، فإذا هذان العودان يقولان لي لا. ألا يكفي نداؤك لي يا حنظلة حتى يزيدني الحطب هذه اللاء؟ انظر الآن بجانب العودين، أليس هذا نوى تمر؟ وهل وجدت في نوى التمر ما يدعوك للتطير والتشاؤم؟ لا، ليس في التمر ما يدعو إلى التشاؤم، ولكن إذا كان مسبوقا بلا ناهية فإنه يقرأ بسهولة ويصبح لا تمر. لا تمر. يا ويلي، يا ويلي من خيالك الواسع. لا تمر، لا تمر، لا تمر، لا تمر. هل عادت العنز؟ أرى يا مولاي أن تخرج في نزهة الصيد. الغابات والجبال حولنا مليئة بالطير والوحش، وإن في صيدها متعة للصيادين. ربما قمنا ببعض هذه النزهات. وأنت يا وزيرنا، ألا تشير برأي يذهب ما بنا من ملل؟ إن مولاتي يا ثمين أشارت برأي صائب يا مولاي، وأنني أضيف إلى رأيها السديد يا مولاي أن دع عنك هذه المقدمات المنمقة، عجل برأيك من غير تنميق ولا تزوير. أجل يا مولاي، أعتقد يا مولاي أنك تفرغت كليا لقضايا الرعية ومشكلات البلاد، لهذا يا مولاي ف
فإنني أعتقد أنك تستطيع أن قلت لك دعك من هذا وهات رأيك أو فاسكت. ارتبكت يا مولاي، إنما أردت أن أشير أن يتخذ مولاي القيان والمغنين ويقيم مجالس أنس وطرب بين الحين والآخر، لأن الترويح عن النفس مولاي ما وراءك؟ كتابا من القاضي ابن عكرمة يا مولاي. ما به ابن عكرمة؟ ما يزال خطه كدبيب الخنفساء في الوحل. اقرأ هذه الطلاسمة يا وزير. أمر مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أمير البلاد أيده الله أمين، من القاضي ابن عكرمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إن كرسي القضاء صعب، كنت قد كرهت أن أتبوأ فأرغمتني عليه، وحيث أنني اعتذرت عنه فلم يقبل اعتذاري، فإنني أكرهت على الفرار بنفسي قبل أن يصلكم كتابي هذا بليلة. والسلام ابن عكرمة. الويل له، لقد كان الرجل الوحيد القادر على النهوض بأعباء القضاء. بماذا يأمر مولاي؟ يغرب عن وجهي. حاضر يا مولاي. على ابن عكرمة إذن، فر منذ البارحة ولم يسن كتابه إلا اليوم. نصبته على القضاء وهو كاره له يا مولاي، وظني أن الأمر ثقل عليه ففر. لقد أجمع عليه فقهاء المدينة وأكابرها وشعراؤها وتجارها، لهذا نصبته على القضاء، وهو ذا يخون الأمير والرعية بفراره. وزير. مولاي. أرسل سرية من الجند للبحث عنه والرجوع به حيا. أمر مولاي. أريده حيا سليما معافى، فاحذر أن يمسه الجند بأذى. صدقني يا أبا الفضل، صدقني. أبا ريحانة ذكرها. أبو ريحانة مبتدأ من الأسماء الخمسة مرفوع بالواو، أبو ريحانة. طيب اسمع الحكاية. عندما هم بالانصراف انتبهت من ذهولي فقلت يا أبو ريحانة. يا أبا، هنا يا أبا ريحانة، منادى مضاف، يا أبا ريحانة. ويحك يا رجل، أكلما طوعتك خلفتني، أقول أبا فتقول أبو، أقول أبو فتقول أبا، أهو عناد أم ماذا؟ قل يا. طيب اسمع. فقلت يا أبا، أبي أبو ريحانة، فسمعته يقول إن بغله يتكلم. بغله يتكلم. هاي ولكن يا حنظلة. ماذا يا سليخان؟ يا سليمان، ألا ترغب في معرفة رجل القضاء المرتقب؟ السلام عليكم. انتظر يا أبا ريحانة، هل أغضبتك في شيء؟ ظننت أنك لا ترغب في معرفة رجل القضاء المرتقب. بل أنا متلهف على معرفته. أما وأنت متلهف يا سليمان، فإن الأمر يتغير بصراحة. ما دام الأمر قد تغير فقل يا حنظلة. تكلم يا رجل. لا يوجد في المدينة كلها رجل أجدر بالقضاء ممن سأذكر لك، لأنه نحوي وفقيه وعروضي ووراق. من هو؟ تكلم. سليمان. أبو الفضل. أبو الفضل النحوي. إنه فعلا لصاحبها. ستفرح ريحانتي كثيرا بهذه القلة المملوءة عسلا. ذات ريح عطر، وريحانة ذات ريح عطر، فعتبى لها
عتبالها عتبالها وهي بالطبع له عتبالها وهي بالطبع له وريحانة ذات ريح عطر وريحانة ذات ريح عطر فعتبالها وهي بالطبع له فعتبالها وهي بالطبع له ولو قيل انزل بوادي سقر ولو قيل انزل بوادي سقر وحي من الناس لن ينزله فإني سأهوي به كالحجر وبلغ سلامي إلى حنظلة وبلغ سلامي إلى حنظلة وبلغ سلامي إلى حنظلة تحبني أي نعم تحبني وبلغ سلامي إلى حنظلة وبلغ سلامي إلى حنظلة أراق الله دمي مثل ما أريق هذا العسل إن لم تكن تحبني ستكون مفاجأة سارة لها تتغنى بأشعاري فإذا أنا أطرق بابها هذه من المصادفات التي لا تحدث أكثر من مرة كل قرن أين العسل؟ يا إلهي ماذا فعلت بنفسي؟ لن أقابلها دون هدي عسل حر أي نعم حر يا إلهي إنها خارجة